السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد. أهلا بيكم في قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح منهج كونكت أولى ابتدائي عربي ولغات، وتبقى مراجعة نهائية لكل يونت أو لكل وحدة، ونتعلم مع بعض إزاي نحل أسئلة الامتحان ونتدرب عليها كويس كمان. وقبل ما نبتدي في الشرح، أتمنى إنكم تشاركوا الدرس ده مع أصحابكم علشان هيبقى مفيد جدا للجميع في حل الامتحانات إن شاء الله. وزي ما تعودنا إن احنا بيكون معانا القلم والكتاب، وياريت يكون معاك كشكول خارجي أو ورق خارجي نكتب فيه المعلومات الخاصة بالشرح علشان تقدر ترجع لها في أي وقت. وزي ما احنا شايفين، ده ملخص ليونت 1 أو الوحدة الأولى. وزي ما احنا شايفين، أول بيج في المراجعة النهائية هي ملخص الـ words and phonics، الكلمات والنطق الخاص بالحروف والأصوات الخاصة بنطق الحروف. ويونت 1 بعنوان hello، أهلا أو مرحبا. وأول كلمة هي hello، hello يعني أهلا. bag يعني حقيبة. book يعني كتاب. name يعني اسم. good يعني جيد. I am يعني أنا أكون. be يعني نحلة. what يعني ما أو ماذا. shake hands يعني يصافح، يعني بيسلم على حد بالإيد، وده اسمه shake hands. blue يعني أزرق. bus يعني أتوبيس. open يعني افتح. your يعني حاجة ملكك، your يعني ملكك. goodbye يعني مع السلامة. shake يعني يهز. play يعني يلعب. close يعني يغلق. good يعني جيد. دي الكلمات الخاصة بيونت 1، وهي تحفظ بالكتابة. تاني بيج في المراجعة النهائية الخاصة بيونت 1، منهج أولى ابتدائي أو primary 1، هي conversation time أو وقت المحادثة. conversation يعني محادثة، time يعني وقت. how to make a question، how to make a question يعني كيف تصنع سؤال، ازاي تعمل سؤال. and sentences وجمل، يبقى ازاي تعمل سؤال او جملة. بس احنا بنتعلم ازاي نكون سؤال وازاي نكون جملة مفيدة من الكلمات اللي احنا حفظناها، والخاصة بيونت 1 زي ما احنا عرفنا من شوية كالآتي. طبعا زي ما قلنا، هي محادثة. اي محادثة بتبقى مكونة من سؤال واجابة، اسئلة وجمل. ف how to make a question and sentences يعني ازاي تكون سؤال وتكون جملة مفيدة. واول كلمة هي hello، hello يعني اهلا. I am حسام، انا حسام. what is your name، ما هو اسمك. what is your name، ما هو اسمك. فانت ممكن ترد علي وتقولي hello، اهلا. my name is نوها، my name is عادل، my name is احمد. or I am نهى، I am عادل، I am أحمد. تمام، ودي بتبقى الإجابة. or check hands يعني نسلم على بعض بالإيد، وده اسمها نتصافح، نتصافح بالأيدي، اسمها shake hands. shake hands يعني نتصافح بالأيدي. let's shake hands، دعنا نتصافح بالأيدي، خلينا نسلم على بعض. let's shake hands. وفي الآخر نقول goodbye، مع السلامة. goodbye، مع السلامة. ودي الصفحة التانية من المراجعة النهائية، وإزاي بنكون سؤال وإزاي بنكون جملة مفيدة عن طريق الكلمات اللي احنا حفظناها. وزي ما احنا شايفين قدامنا، البيج دي خاصة بالإجزام أو الامتحان اللي احنا عملناه على الوحدة الأولى أو يونت 1، وده إجزام بيجيب لك شكل الأسئلة اللي ممكن تتسألك في الامتحان، وهنجاوب على الأسئلة دي ونعرفك إزاي تجاوب عليها بمنتهى السهولة لأنك شاطر ومتابع معانا. أول حاجة بيقول لك act
as instructed. Act as instructed يعني تابع التعليمات أو نفذ التعليمات. أنت في الامتحان ممكن المستر أو المس تقول لك على حاجة in English، تقول لك كلمة أو عبارة بالإنجليش، وأنت المفروض to act as instructed. To act as instructed يعني إن أنت تتابع الكلمات دي أو تتابع التعليمات دي وتعمل اللي هي بتقول لك عليه. فهي ممكن تقول لك مثلا open your bag. open your bag يعني افتح حقيبتك، فأنت هتروح ماسك الحقيبة بتاعتك زي الشاطر وتفتحها. open your bag. ممكن تقول لك جملة تانية، ودي الكلمات خاصة بالوحدة الأولى بس، وإحنا بنعرفك إزاي ممكن تتسأل فيها. close the door. close the door يعني أغلق الباب، اقفل الباب. هتعمل إيه؟ هتروح تقفل الباب. shake hands. shake hands نسلم على بعض بالإيدين، نتصافح بالأيدي. open your book. open your book يعني افتح كتابك، ولما تقول لك كده او المستر بتاعك يقول لك كده هتمسك الكتاب وتفتحه. وده اول شكل من اشكال الاسئله الخاصه بالامتحان على الوحده دي. تاني شكل من اشكال الاسئله اللي ممكن تجيلنا هو supply the missing letter. supply the missing letter يعني اكمل الحرف الناقص. وهنا الكلمات الخاصة بيونت 1، أول حاجة عندنا book book، يبقى هنا ناقص ايه؟ book. تقدر تجاوب عليا يا عبد الرحمن؟ شاطر شاطر، يبقى book يعني book كتاب. في عندنا هنا الكلمة التانية وهي كلمة bus. bus يعني أتوبيس. وهنا عندنا b.s. ايه الحرف الناقص؟ حد يقدر يجاوب عليا؟ رد عليا كده شاطر. يو ناقص يو، حرف اليو. شاطر، يبقى بي يو اس يعني بس، وهنا احنا اكملنا الحرف الناقص. تالت كلمة هي كلمة بي. بي يعني نحلة زي ما احنا عرفنا. هنا بي اي وفي دوتس. لو انتوا شاطرين وحافظين الكلمات اللي احنا قلنا عليها في اول الدرس هتقدروا تجاوبوا عليا. مين يقدر يقول لي الحرف الناقص ايه؟ رد عليا انت يا شاطر. اي. شاطر شاطر، اي حرف الاي، يبقى بي اي اي نحلة والحرف الناقص هو اي. هنا الكلمة دي كلمة باج. باج يعني حقيبة، واحنا قلناها في اول الشرح. هنا بي دوتس جي. ايه الحرف الناقص؟ مين يرد عليا؟ رد عليا كده. ناقص حرف الاي. شاطر، يبقى حرف الاي هو اللي ناقص، يبقى بي اي جي يعني باج يعني حقيبة. هنا الكلمة دي كلمة بلو. بلو يعني ازرق، وقلنا عليها في اول الشرح. بي دوتس يو اي. مين يقدر يقول لي ايه هو الحرف الناقص؟ ايه هو الميسنج ليتر؟ تقدر تقول لي يا شاطر؟ الحرف الناقص هو ال. شاطر شاطر، شاطرين كلكم، حلوين كلكم. يبقى بي ال يو اي يعني بلو يعني ازرق. واخر كلمه في supply the missing letters hello او اهلا او مرحبا. هو هنا كتب لنا اتش اي ال ال وفي دوتس. ايه هو الحرف الاخير؟ مين يقدر يقول لي؟ ردوا عليا كده يا شاطرين. الحرف الناقص هو او. شاطرين كلكم، H E L L O يعني هلو يعني اهلا او مرحبا. وبكده احنا عرفنا الشكل الثاني من اشكال الاسئله الخاصه بالاكزام، ونوصل للشكل الثالث من اشكال الاسئله وهي rearrange the following sentences. rearrange يعني اعد ترتيب، the following sentence يعني الجملة التالية. وهو هنا كتب لنا book يعني كتاب، your يعني ملكك، open يعني افتح. مين الشاطر اللي هيقول لي ايه الترتيب الخاص بالكلمات دي عشان نكون جملة مفيدة؟ open your book. شاطر، شاطرين كلكم، شاطرين كلكم ان شاء الله وتبقوا انجح الناس. open your book، افتح كتابك. ونوصل للpage number 4 في المراجعة النهائية او الفاينل ريفيجن الخاص بيونت 1 منهج برايمري 1. وهي هنا جملة تانية من جمل rearrange the sentence او اعد ترتيب الجملة التالية. وهنا name يعني اسم، your يعني ملكك او خاص بيك، what يعني ما او ماذا، is يعني يكون. مين يقدر يقول لي ايه الجملة المفيدة او السؤال اللي نقدر نكونه من الحروف دي عن طريق ترتيبها؟ هتبقى what is your name. what is your name. شاطر، what is your name يعني ما هو اسمك. what is your name.
وما ننساش يا حبايبي ان اي سؤال في اخره question mark او علامة استفهام باللغة العربية، وده بيعرفنا ان ده سؤال غير اي جملة تانية. والشكل الرابع من اشكال الاسئلة الخاصة بالاكزام هو choose the correct answer. choose the correct answer يعني اختار الاجابة الصحيحة. والجملة هنا what is your dots، وهنا مدينا بين الأقواس old يعني عمر أو سن، this يعني هذا أو هذه، name يعني اسم. مين الشاطر اللي يقدر يقول لي إيه هي الكلمة الصحيحة اللي إحنا المفروض نختارها؟ الكلمة name. name what is your name يعني ما هو اسمك، وده هو السؤال الخاص بالاسم. واحنا هنا لما جينا choose، لما جينا نختار، لان هو بيقول لنا choose يعني اختار the correct الصحيح answer الاجابة الصحيحة، اخترنا name يبقى هنا name وهذه الاجابة الصحيحة. طيب الجملة الثانية هي I dots نهى، يبقى I apostrophe M ولا apostrophe S ولا R E I A. مين شاطر اللي يقدر يقول لي ايه هو الاختيار الصحيح؟ apostrophe M. apostrophe M، شاطرين كلكو. يبقى I am نهى يعني انا اكون نهى، يعني انا اسمي نهى، وهو ده الاختيار الصحيح. والجملة الثالثة هي open يعني افتح your dots، open your name ولا open your book ولا open your this، انهي اختيار فيهم الاختيار الصحيح؟ تقدر ترد عليا يا معاذ؟ book. open your book يعني افتح كتابك، وده الاختيار الصحيح او the right choice. يبقى open your book افتح كتابك. والجملة الرابعة في ال question ده هي good dots moon water by. good a good moon يعني قمر كويس، good water ماء كويس، goodbye مع السلامة. مين يقدر يرد عليا؟ تقدر ترد عليا يا عبد الله؟ goodbye. goodbye يعني مع السلامة، باي باي. وكده اخترنا الاختيار الصحيح. واخر حاجة واخر جملة في ال question ده eat يعني كل او يأكل، close يعني اغلق او يغلق، red يعني احمر، your book. حد يقدر يقول لي من الشاطرين ايه هي الكلمة الصحيحة اللي المفروض نختارها؟ رد عليا يا شاطرين. close. close يبقى close your book يعني اغلق كتابك. وكده نبقى حلينا السؤال ده والجمل الخاصة بالسؤال ده. وقبل ما نشرح اخر جزء أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونذاكر مع بعض أول بأول. وآخر question أو آخر نوع من أنواع الأسئلة في الإجزام الخاص بيونت 1 هو write your name. write your name يعني اكتب اسمك، ولازم كل واحد فيكم يا حبايبي ويا أصحابي يكون عارف إزاي بيكتب اسمه بالكتابة، ويكون حافظ اسمه بالكتابة كويس جدا. وقبل ما نختم احب اعرفكم ان ملزمه المراجعه النهائيه او الفاينل ريفيجن اللي احنا شرحنا منها موجوده على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، وهي باسم فلاش التعليميه، والرابط بتاعها موجود في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. يا ريت تنزلها وتحل بنفسك وتتدرب على اللي احنا شرحناه مع بعض. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهارده. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومه وتعمل شير وتشارك الفيديو لأصحابك حتى لو في الفيسبوك أو الواتساب. وخليك متأكد إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وممكن تفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر أي حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.